أغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية التكميلية 2024 عند الساعة 8 من مساء اليوم بعد أن أدلى الناخبون بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات التكميلية لاختيار مرشحهم في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق. وقد توافد المواطنون في تمام الساعة 8 من صباح اليوم بأعداد غفيرة إلى اللجان العامة والفرعية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وهي اللجنة الفرعية بمدرسة اللبسيتين الإعدادية للبنات واللجنتين العامتين بمطار البحرين الدولي ومجمع السيف التجاري. وجرت جولة الإعادة بين كل من المرشح إبراهيم عبد الله يوسف الشيخ صالح آل الشيخ والمرشح عبد الواحد عبد العزيز عبد الواحد قراطة اللذين حصدا أعلى الأصوات في الجولة الأولى التي أجريت يوم السبت الماضي.